لاعب كبير عشق الرياضة وأخلص لها وأعطاها الكثير وأفنى حياته لأجلها. استلهمته كرة القدم وتركها ليذهب إلى ألعاب القوى وأنهى حياته مع معشوقته كرة الهوكي. إنه الكابتن الكبير طرماه عبد الحسين. عندما كان يلعب كرة القدم كان يلعب في مركز الظهير الأيسر في نادي مطرح سابقا نادي مسقط حاليا، واحترف داخليا مع أندية بركة الشباب حاليا وفنجاء، وكانت له صولات وجولات، لذلك اختير ليمثل المنتخب في كاس الخليج الثالثة. وبالفعل شارك النجم طرماه عبد الحسين، ولكن الظروف لم تساعد المنتخب وعاد، ومن ثم مثل ناديه في رياضة ألعاب القوى، وبعد ذلك انتقل إلى معشوقته كرة الهوكي والتي صال وجال فيها وحقق الإنجازات واعتلى المنصات، خاصة في بطولات كاس جلالة السلطان المعظم، حيث أنه حقق الكثير من البطولات مع نادي مطرح سابقا حاليا نادي مسقط. ومن الحكايات التي يرويها البطل طرماه عبد الحسين أنه في يوم زفافة ترك الزفاف وذهب لكي يلعب مباراة في كرة الهوكي شوط واحد، ولكنه سجل هدف في الشوط الأول وعجبته المباراة واستمر شوط ثاني في المباراة. وكذلك عندما توفى والده ترك العزاء لأخيه وذهب ليلعب مباراة، وكل ذلك العشق المزروع داخل الشخص الذي يعشق الرياضة التي يمارسها. إنهم كانوا مجانين في الرياضة، ولكن لم يحالفهم الحظ لكي يجعلوا من منتخباتهم منتخبات قوية، لأنهم لم تتوافر لهم المادة التي كانت تجعلهم يعتلون المنصات مع منتخباتهم كما يتوافر لدى الجيل الحالي. وأنهى مسيرته الرياضية في عام 1987، وقيم له حفل اعتزال لأنها موهبة رياضية متعددة المواهب. البطل طرماح عبد الحسين. انتهت حلقة اليوم، نلتقي غدا مع بطل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.